صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الصحف التي أنزل الله التي أنزلها الله جل وعلا على موسى هي التوراة؟ نعم، هي التوراة، هي الألواح، هي الألواح وهي من الصحف، والتوراة كتبها الله جل وعلا بيده في الألواح، وأنزلها مع جبريل إلى كليمه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الألواح عظيمة جدا، كتاب من أعظم الكتب بعد القرآن. نعم.